بالحديث عن المجتمع وتدميره، هناك من اعتبر أو هناك من يعتبر وعبر عن ذلك بشكل صريح أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في آخر خطاب له، أنه هذا ما يجري اليوم هو بدفع أمريكي، وحتى ذهب بعيدا بالتهديد بالحرب في حال هذه كانت الغاية من هذا السلوك تجاه لبنان. لك خلينا نعمل ملاحظات. أول شغلة، خطاب أمين عام حزب الله هالمرة هو مختلف عن الخطابات السابقة. يعني الخطابات السابقة كانت خطابات تهدئة، بينما هذا الخطاب راح شو اللي تغير بالموضوع؟ رح أقول هذا الموضوع. أول شيء ما بعرف قديش عندنا وقت، هذا الخطاب أنا برأيي خلص وقتنا، بس من بشكل سريع، هذا الخطاب له عدة توجيه، يعني عم بخاطب شيء. أنا رأيي بدي أحكي عن الشق الأول، هو لا شك بخاطب مناصري ومحاسبي والبيئة اللي موجود فيها، بخاطب المنطق اللي مخوفهم كلهم، يعني كلهم، وممارسة الدينونية باتهام الناس، هيدا عميل إسرائيلي هيدا عميل أمريكاني، وفي خارجي بموضوع الحرب. اللي بده يتهم الناس اليوم إنهم أمريكان، وهو وسلطته والنظام السياسي اللي هو جزء منه مبارح كان قاعد مع هوكستين عم بيرسمه مع إسرائيل، واتهموا نحن والناس كلها اللي كانت عم بتقول هيدا تنازل عن حقوقنا الوطنية، نحن ضمن جبهة الدفاع عم نقاتل بهذا الموضوع، نحن والدكتور عصام خليفي ومجموعة من الناس، اتهمونا بوقتها أنه نحن عم نسوق لفكرة غير موجودة. كان بوقتها مش المشروع الأمريكاني، بينما هلأ مشروع أمريكاني اللي أي حدا بيناقش. اثنين، وقت اللي طلع فخوري من السجن بقرار أمريكاني، هذا ما كان في مشروع أمريكاني، ورئيس المحكمة محسوب عليهم، بينما اليوم أي نقاش آخر منقول عم يتهم الأمريكان. أنا ما عم برر الأمريكان، الأمريكان مشروعهم تدمير هيدي المنطقة لصالح مسألتين، لصالح إسرائيل ولصالح النفط، بس مش بتتهم الناس بهيدا الموضوع. مبارح بعد السفيرة الأمريكية جاي بتفجير المرفأ كرمال مواطن أمريكاني راحت عملت له إخلى سبيل، هيدا ما اسمه مشروع أمريكاني، بينما أي نقاش آخر. ليش الاتفاق الطائف هو مكان تدخل أمريكاني؟ ليش اتفاق الدوحة مكان تدخل أمريكاني؟ مين اللي عم يعمل نقاش مع الأمريكان بين الموضوع؟ هذا خطاب جزء منه للبيئة اليوم اللي منهارة، اللي هي شعبنا منهار كله اقتصاديا وعم بيعاني، لأخدوا على نقاش بيعني بالمبدأ أنه انتبه في إلك استهداف حتى تسكت الناس عن الأزمة الاقتصادية وما تحكي. والأخطر بهذا الخطاب هو تبرئة للنظام. يا أخي في جزء من الخطاب ليك شو بينقال فيه؟ إن المطلوب أمريكيا أن يفقد الشعب ثقته بكل قادته والمؤسسات السياسية. يعني اليوم أنا واصف حركة إذا بفقد الثقة بوزير الصحة بطلع أمريكاني، وإذا اليوم أنا واصف الحركة بفقد الثقة بحاكم المصرف بطلع أمريكاني. في تبرئة للنظام إنه اليوم أنت عم بتقول إنه هو فقط مؤامرة. يعني اليوم اللي سرق بقلب وزارة الصحة وأنا بنتقده، إيه حبيبي الأمريكاني طبعا بده يستغل ضعف المجتمع وبده يجي يفرض شروطه والدول مصالح ونفوذ، وطبعا الأمريكاني بده يتدخل. المشكلة مش بالأمريكاني ولا بغير الأمريكاني ولا بالإيراني ولا بالسعودي، مشكلة إنه نحن ما بنينا مجتمع قوي، ونحن كنتوا كسلطة سياسية رحتوا ارتبطتوا بالخارج. حتى خطابات التهديد بالحرب هي خطابات لا تنفع المشروع الداخلي، قد تكون على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أنا ما بعرف بهذا الموضوع. لا، بال2015 نزلنا وبيقولوا عن الناس أمريكان وكلهم، يعني كلهم أمريكان. أنا واصف حركة على مستوي الشخصي، الأمريكي لديه مشروع تفتيت المنطقة، وبالنسبة له مشروعه يخدم إسرائيل وعدوة الشعوب. يا أخي امبارح بالعراق وقت الفاتوا الأمريكان، مش أنا اللي فتت مع الأمريكان على الدبابة الأمريكية؟ وللمواطنين اللبنانيين اللي فاتوا، أصحابك بقلب العراق هن اللي فاتوا على الدبابة الأمريكية. امبارح هوكستن اللي كنا عم نقولكن هيدا ضابط إسرائيلي يملك الجنسية الإسرائيلي ولن ينفع إلا المصلحة الإسرائيلية، تبين اليوم. وقت اللي حكينا قبل كان نحن مدري شو عم نعمل وما بدنا لبنان ياخدوا حقوقه، اليوم إسرائيل بتصدر نفط ونحن ببعدنا بمرحلة المسح. مش ما بقى يزبط هاي الخطابات، كأنه نحن بمدرسة هو مديرة وهو صاحبة وهو الأستاذ وهو الناظر، نحن بس تلاميذ وهو بده يحط لنا علامات مين ناجح ومين صائد. ما بقى يركب البلد بهيدي الطريقة. إذا أنت عندك مخاوف غيرك عنده مخاوف، اللي بيحمي مخاوف كل المجتمع اللبناني
هو دولة قائمة على المواطنة ودولة قوية وقادرة ودولة. وأنا واحد من الناس أؤمن طبعا بما يضمن أمن واستقرار المجتمع. أنا من الناس أؤمن إسرائيل عدو وبالنسبة لي صراع وجودي معه، بس ولكن ما بيقدر هيدا الخطاب دائما أنه يلغي المشكلة، أنه يلغي المشكلة لا. اليوم الخطاب تبرئ للنظام بهيدا الحكي أنه بدون إيانا نفقد بالقيادات السياسية والهيدا. يا حبيبي الوزير اللي سرق وبحكي عنه بكون أنا عم بخدم مشروع الأمريكاني، ما الأمريكاني مبسوط والإسرائيلي بده مجتمعات منهارة اقتصاديا وبده مجتمعات مفتتة طائفيا وبده مجتمعات متناحرة وبده مجتمعات متخلفة لا فيها علم ولا فيها حضارة ولا فيها تماسك اجتماعي ولا فيها دولة المواطنة. اللي بيطلع بيخدم هذا المشروع هذا هذه المنظومة بكل تكوينه. المحامي وصف الحركة من المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة وعلى كل هذه المعلومات فيها. شكرا لك، والشكر موصول إليكم مشاهدينا ونلتقي في حلقة مقبلة.